للذي في لعنهم متورع إني أشك بأنه يتشيع إن كنت في ضيق ولا تدري المفر فارفع يديك وقل إلهي لعن عمر أو كنت من عظم المصائب قانطا فدع القنوط وقل إلهي لعن عمر أو كنت تخشى من عدو الغاشمين أو من طريق ليس يخلو من خطر فلعن أبا بكر وعثمانا وقاب لمعا وبعد اهتف إلهي لعن عمار كل الهموم تزول والضيق الذي عانيته إن قلت رب لعن عمار لا تدعي حبا لآل محمد إن كنت لم تبد البراءة من عمار حب النبي وآله مع حب من عاداهم ضدان عند ذوي النظار فاملأ فؤادك بالولاية للوصي وبالبراءة من أبي حفص عمار إن كان ما قد قلته يحلو لكم صلوا على الله